سجلت الانتخابات المحلية في جنوب أفريقيا تراجعا حادا في شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ونكسة للحزب الحاكم الذي ظل وحيدا في الساحة السياسية منذ الانتهاء من نظام الفصل العنصري قبل أكثر من عقدين. الحزب الحاكم فقد قبضته على الحكومة المحلية في تشواني وهي دائرة رئيسية توجد بها العاصمة بريتوريا لصالح التحالف الديمقراطي المعارض. هذه الانتخابات شهدت تنافسا شديدا بين الأحزاب التي روجت بحماس لوجهات نظرها وآرائها في محاولة للفوز برضا الناخبين، وهذا هو ما يجب أن يكون في أي ديمقراطية. فوز المعارضة في العاصمة لا يمكنها من إدارة شؤون تشواني بسبب عدم حصولها على الأغلبية، وستضطر إلى تشكيل التحالفات لتسيير بلديتها. واهتزت ثقة الناس بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي أسسه مانديلا بسبب تعاظم معدلات البطالة واستمرار الركود الاقتصادي وفساد الحكومة.